عنك قبل ما صدقيت، ومن شفت شكلك لقيت أسطورة. طينا خدك هاوة لو زحمة عليك، أردبوس بريجة حس نظورة. وبصورة خلنا أخذ سوء وبعدين أموت على الأقل وياك ما أخذ صورة. ده يطلع لي ذاك اليوم أشوف لي مقطع لرجل ده يرتدي زينة زي العمة زي الحوزة، وقاعد يتكلم لي بكلمات سمجة بلغة ساذجة، وأشوف بعض الصفحات والمواقع حاطتها موضع للسخرية والضحك. باوعت أنا تفاجأت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش أخي أنت وين أستاذك؟ من الذي ألبسك العمة؟ هل أنت ترتاد إلى الدرس؟ أخي العزيز إن كان يوصل لك الصوت، من اللي لبسك الزي؟ العمة ليست موضع للسخرية. احنا ما نسمح كطلبة علوم دينية ان يستخدم الزي الحوزة واستخدامات خاطئة. العمامة اخي زي شريف، العمامة زي محترم، يرتدى للطالب الذي يرتاد الحوزة لا يترك الدرس. زي الحوزة ومخصص لهذا الشيء. شنو انت مرتد الزي الحوزوي وقاعد حاطيك مضحك يضحكون عليك؟ شنو هاي؟ توين أستاذك؟ منو زكاك؟ منو لبسك؟ العمامة؟